ايه رايكم؟ لوكيشن جديد، صوفة حمراء، دبدوب احمر، ورد احمر، وانا كمان لابس احمر. من كل هذا الميكروكروم يسعدني ان اقدم لكم 10 روايات رومانسيه للفالنتاين، وكمان اعلان الفائز في مسابقه الالف مشترك، والتزام مهم مني ليكم. يلا بينا. September we met, I can tell by your smile. الفيديو ده ليك بأي شكل، لو كابل والمز بيقولك بطلت تقولي كلام رومانسي اتعلم، لو متجوز زي حالاتي والدنيا واخداك ونسيت الرومانسية نفتكر سوا وناكل عيش. أنا بقى لو سنجل فأنا بجيب لك الفالنتاين بتاعك وهو الكتاب يا برنس. هرشح لك النهاردة 10 روايات رومانسية مناسبة لهذا الشهر الأحمر، 5 كلاسيكي و5 معاصر، وفي آخر الفيديو إن شاء الله هنعلن الفايز عن مسابقة الألف مشترك، وهقول لكم حاجة مهمة، خليك معايا لحد آخر الفيديو. أنا طارق، مرحبا بيك في قناتنا كوكب الكتب. هنا هنحلل ونراجع ونناقش الروايات القديمة والجديدة، هنتكلم على كتب، هندي نبذة عن مؤلفين، وكمان هنغطي الأحداث الأدبية والثقافية بشكل up to date، إلى جانب استعراض شوية كتب بتاعتي نادرة شوية وممكن ما تبقاش موجودة في السوق دلوقتي. خليك معانا، اتفرج على الفيديو للآخر، اشترك في القناة، وما تنساش تفعل زرار الجرس. أهلا بيك. في القسم الأول من هذا الفيديو هرشح لك 5 روايات رومانسية كلاسيكية وهديك نبذة عن كل واحدة فيهم. يلا بينا. الرواية الأولى هي رواية نادية ليوسف السباعي. قصتها باختصار عبارة عن توأمتين، نادية ومنى، من أب مصري وأم فرنسية. بعد وفاة الأب بينتقلوا للمعيشة في فرنسا مع الأم. بيواجهوا هناك صعوبات الحياة من جهة، الحفاظ على هويتهم المصرية من جهة، ومحاولتهم للحفاظ على قصة الحب اللي في حياتهم بشكل منفصل ومتصل. اتعمل عنه فيلم كلاسيكي رائع بطولة السندريلا سعاد حسني سنة 1969. رقم 2، لا تطوف في الشمس، إحسان عبد القدوس. عائلة مصرية بسيطة بعد ثورة 52، مكونة من أم، 3 فتيات وشابين. محور الثلاث فتيات في الرواية هو الحب. نشوف معاهم 3 ألوان مختلفة من الحب. اتعملت كفيلم سنة 61 بطولة فاتن حمامة وشكري سرحان ونادية لطفي، واتعادت بعد كده سنة 2017 في مسلسل. الحقيقة أنا لا شفت المسلسل ولا شفت الفيلم، ولكن الرواية عظيمة. رقم 3، دعاء الكروان لطه حسين. البقاء على العهد، نار الانتقام، فتاة ريفية ساذجة يحولها الحب إلى فتاة عصرية متمدنة. شاب ثري يعشق الماديات والأجساد، غارق في الخطايا، يحوله الحب إلى شاب متعاطف وراقي إلى أبعد حد. كيف يحول الحب الإنسان من النقيض إلى النقيض في لغة فخمة وتعبيرات إعجازية ونهاية مختلفة عن فيلم دعاء الكروان، إخراج بركات وبطولة فاتن حمامة وأحمد مظهر. وين هنادي أموال؟ رقم 4، رادوبيس نجيب محفوظ. يغوص نجيب محفوظ في أعماق التاريخ المصري الفرعوني القديم، يقدم لنا ملحمة رومانسية فرعونية في كوكتيل مختلف وغريب في نفس الوقت. قصة المرأة الغانية التي أثرت الجميع بجمالها الفتاك، حتى فرعون نفسه الإله المجسد يتعرض حبهم للعراقيل وينتهي بنهاية أسطورية تخلد حبهم للأبد. رقم 5، إحسان عبد القدوس، في بيتنا رجل، عن قصة حقيقية حدثت لإحسان عبد القدوس نفسه لما خبى حسين توفيق المتهم الرئيسي في قتل أمين عثمان وزير المالية في العهد الملكي الأسبق. يجسد إحسان فيض المشاعر الرهيب اللي في الرواية بحرفية شديدة على خطين رئيسيين،
الخط الأول وهو علاقة الحب بمفهومها المعتاد ما بين الراجل والست، وتجاوز هذا المعنى لعلاقة الحب ما بين الإنسان وبلده. والخط الثاني تعريف كلمة الرجل، هل هو الحبيب، الرجل، الصديق، الأب، في تصاعد درامي مثير للغاية. اتعملت مسلسل، ولكن النسخة الأشهر هي الفيلم الكلاسيكي اللي اتعمل سنة 61 بطولة عمر الشريف وزبيدة صالح. القسم الثالث الرومانسية المعاصرة. المركز الأول جبت لمحمد صادق، وعشان أكون أنا كمان صادق معاك، أنا كنت نافر جدا من الرواية باعتبار إن أنا بطبعي بكره الموضة والسير مع التيار، ولكن أنا كنت غلطان مرتين. المرة الأولى إن أنا رفضت من قبل ما أجرب، والمرة التانية إن أنا اعتمدت الأكلاشيه المعتاد إن أي فيلم مأخوذ عن رواية فبطبيعة الحال الرواية أفضل، لأن بصراحة الفيلم عظيم جدا، وخصوصا دور الرائع ماجد الكدواني، وبالمناسبة هو السبب في إن أنا اشتريت الرواية. محمد صادق بياخدنا في العالم المستهلك بشكل وهو الحب، فبرغم الأفلام والمسلسلات والقصص إلا إن الناس بتقع في نفس الأخطاء بنفس التفاصيل بنفس الألم. الشخصية الرئيسية أسامة بياخدنا في رحلة ساحرة لمدة 6 ساعات في محاضرة بيغطي فيها مراحل الحب السبع اللي هي باللاتيني هبتة. ونصيحة من فضلك، لا تكتفي بالفيلم ولا تكتفي بالرواية، فالاتنين رائعين. رقم 2 الأسود يليق بك أحلام استخدامية. مش عارف الحقيقة، أنا برضو كنت واخد موقف عدائي من أحلام من غير ما أجرب. لو أنت زي بعد هذا الفيديو من فضلك اقرأ هذه الرواية وسوف تقع في غرامها فورا. الرواية والكاتب. البطلة فنانة جزائرية من القراص، أبوها مطرب اتقتل على إيد الإرهابيين وأخوها كمان، وهي كمان بتتهدد بالقتل من نفس الأشخاص لأنها ورثت مهنة الأب. مضطرة تغادر البلاد مع أمها السورية متوجهة إلى الشام تعيش كفنانة، ولكنها ترتدي الأسود حزنا. البطل لبناني ثري عايشها أساطير الحب زي ألف ليلة وليلة، فارس من العصور القديمة، وكفارس برضه حاول ان هو يروض المهرة الجامحة ولكنه عجز سواء بالثروة او بالحب. باختصار حب الكبرياء. رقم 3 في قلبي انثى عبرية، خولة حمدي. برضه عشان اكون صادق معاكم، دي بقى انا ما قدرتش اكملها، ممكن يكون العيب فيا مش عارف ليه صراحة، قولوا لي في الكومنتات ايه رايكم فيه. الكاتبة بتدعي ان الاحداث دي حقيقية، وهي عن فتاة مسلمة تربت في الجنوب التونسي جوه حارة اليهود في احضان عائلة يهودية. رغم الفراق نور عبد المجيد رقم 4، برغم اني ضد تسطيح اعمال الكاتبة في مسلسلات تلفزيونية مستهلكة وساذجة للغاية زي انا شهيرة واريد رجلا، الا ان هذه الرواية قوية بالفعل وتعالج قضايا في غاية الحساسية والشفافية على هيئة ثنائيات العقل والقلب، البناء والهدم. باختصار الين واليانج، الرجل والأنثى. رقم 5 ذاكرة الجسد أحلام مستغنماني تاجي. القصة باختصار عبارة عن مثلث حب تقليدي للغاية، إلا أن عذوبة التناول والحبكة الدرامية أنقذت هذه الرواية ودخلتها معانا في الليستة النهاردة. رسام فقد ذراعه في الحرب، بيحب فتاة جميلة اللي بدورها بتحب صديقه وتصطدم بتقاليد المجتمع لأنها متزوجة من ضابط كبير ذو نفوذ في الحكومة الجزائرية. لهنا أنا خلصت ليستة 10 روايات رومانسية للفالنتاين. سؤالي ليك، هل في رواية كانت تستحق انها تحط في الليستة وانا ما حطيتهاش؟ هل في رواية موجودة في الليستة مبالغ فيها او واخدة تقدير اعلى من امكانياتها؟ هستنى رأيك في الكومنتات، وافتكر دايما ان
احسن الاراء بتيجي من مجتمع كوكب القطب اللي هو انت. نوصل هنا للالتزام اللي انا قلت لكم عليه في اول الفيديو. المفروض ان احنا دلوقتي ان شاء الله هنعلن الفايز بمسابقه الالف مشترك، وهي جايزه كتاب واحد من اختياره. التزامي بقى ليك ان شاء الله اي مرحله هنعديها سوا انا وانتو هنعيد نفس المسابقه بما يتناسب مع المرحله اللي عديناها. يعني الخطوه الجايه هي 5000 مشترك. لما نوصل ال 5000 مشترك هعيد نفس المسابقه تاني، والفائز فيها هياخد 5 كتب. رايكم معايا؟ تحبوا الفائز ياخد 5 كتب لوحده، ولا 5 فائزين كل واحد ياخد كتاب؟ برضه هستناكم تقولوا لي في الكومنتات، لان احنا متعودين على الديمقراطيه مع بعض. معنى هذا الكلام ان انا لو وصلنا ل 100,000 انا هعمل مسابقه على 100 كتاب. ده صحيح، وهو ده الالتزام اللي مني ليكم، والفيديو ده دليل عليا. يلا شاير الفيديو، خلي اصحابك يشتركوا، ساعدنا ان احنا نوصل لل 5000، يمكن انت صاحبك الحاج الحاجه تكسبه في المسابقه. واخيرا الفائز مسابقه الالف مشترك هو مستر مور 26 السنجل العراب. للاسف يا صديقي دار النشر قفلت، وهيبقى صعب جدا ان احنا نلاقيها جديده اصليا، ولكن انا هدور، ولو ما وفقنيش ربنا اختار اي حاجه تانيه للعراب وتبقى هي دي جايزتك. تواصل معايا بحساباتي اللي موجوده في الديسكريبشن، فيسبوك تويتر انستجرام، زي ما انت عايز عشان تستلم هديتك. ومبروك عليك. شكرا على المشاهدة، من فضلك ادعمنا بلايك واشترك في القناة وفعل زرار الجرس وشير الفيديو عشان نوصل لل 5000 ونعمل المسابقة الجديدة. اشوفكم الحلقة الجاية في حلقة هتعجبكم ان شاء الله. سلام.